قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة بدأ يرسل رسله إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية داعيا القبائل إلى الإسلام ليعمهم نور الهداية. وكان من ضمن أولئك الذين أرسل إليهم الرسول رسله قبيلة من بني تميم. لقد بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهو يدعوكم للإسلام وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا إلى بيت الله الحرام، ويدعوكم إلى محاسن الأخلاق، وأن يحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه. لم يجد مبعوث رسول الله ردا من القوم، وفجأة وقف شاب من القوم يكلمهم: يا قوم، ما لي أراكم مترددين، تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى؟ والله إن هذا الرجل قد أتاكم بخير، يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن سيئها، ولم نسمع منه إلا خيرا، فأجيبوه لما يدعوكم إليه تفوزوا في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أكرمكم بالإسلام. سيذهب بعضنا معك إلى رسول الله لنعلن إسلامنا أمامه. أهلا بكم، هيا بنا لنلحق برسول الله. كان هذا الشاب الذي شجع قومه على اعتناق الإسلام يسمى الضحاك بن قيس، والذي عرف بالأحنف. ولم يذهب الأحنف مع قومه للقاء الرسول في المدينة المنورة بسبب سنه الصغيرة، ولم يتمكن من رؤيته صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل عن الإسلام، وظهر رجال يدعون النبوة، وكان أحدهم مسيلمة الكذاب الذي ظهر في اليمامة قريبا من قبيلة الأحنف بن قيس، فذهب إليه مع عمه المتشمس بن معاوية. لا أدري لماذا لا تريد الذهاب معي إلى مسيلمة يا أحنف، ما المشكلة؟ المشكلة أني أعرف أنه كاذب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم هل تستطيع أن تخبرني لماذا لم يظهر هذا المسيلمة إلا الآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلم يا أحنف أنه كذاب، لكن الفضول هو الذي يقودني لمعرفة ما يقول. وعندما سمع الأحنف بن قيس والمتشمس بن معاوية كلام مسيلمة الكذاب: يا الضفدع يا بنت الضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تفجرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. لم يقتنعا بحرف واحد من قوله، وتعجبا من ذلك الكلام الغريب الذي ينطق به. (تصفيق)
لا ينبغي أن نسميه مسيلمة الكذاب، بل مسيلمة المجنون. إنه عاقل لكنه كافر. ألا تخشى أن أخبره بتكذيبك له؟ عندها سأطلب منك أن تقسم أنه كاذب. هكذا؟ والله لئن أمر أمير المؤمنين أبو بكر بقتاله لأكونن من أول الخارجين في سبيل الله. لم يخيب الله رجاء الأحنف، فأمر الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتال المرتدين، وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب وأتباعه. فكان الأحنف في طليعة ذلك الجيش لتعود شمس الإسلام فتشرق من جديد على كل أنحاء شبه جزيرة العرب. وقرر الأحنف بن قيس أن يظل مجاهدا في سبيل الله. شارك الأحنف بن قيس في معارك المسلمين ضد الفرس في عهد الفاروق، وشارك في أسر القائد الفارسي الهرمزان الذي أنهك المسلمين فترة طويلة. ها هو الهرمزان أسيرا يا مولاي، وهذا تاجه. وهذا صولجانه. الحمد لله الذي مكننا منك. هذا أول ما سندخل به على خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. الحمد لله على نعمة النصر وفضله. ووصل الأبطال المنتصرون إلى مدينة الرسول ومعهم القائد الأسير مقيدا، وبحثوا عن الفاروق حتى علموا أنه نائم في المسجد، فانطلقوا إليه ليبشروه بالنصر ويقدموا له هذه الهدية الغالية، الهرمزان أسيرا يقوده الأحنف بن قيس وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا توقفت يا أحنف؟ إن شكل الهرمزان هكذا لا يوحي أنه قائد، ولا يختلف عن أي أسير عادي. وما المشكلة؟ لقد أذله الله وحط من درجته. لكننا لو ألبسناه ملابسه ووضعنا تاجه على رأسه وصولجانه بين يديه ثم دخلنا به على الخليفة الفاروق، سيسعد هذا الخليفة أكثر وسيشعره بحلاوة الانتصار. نعم الرأي يا أحنف، هو ما قلت. هيا بنا إلى الخليفة. وكان عمر بن الخطاب نائما، فلم يعرفه الهرمزان في البداية، لكنه أدرك بعد قليل أنه أمام خليفة المسلمين الذين نصرهم الله عليه وعلى جيوشه. مولاي عمر، مولاي يا أمير المؤمنين. ولما رأى الخليفة الهرمزان وعرفه حمد الله تعالى قائلا: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. هل هذا هو من يحكم هذه الدولة التي انتصر جيشها على جيش الفرس؟ ينام هنا دون حراس وسط الناس؟ نعم هو. أسلم الهرمزان وسكن في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر الأحنف بن قيس في رحلة الجهاد في سبيل الله. وكان الأحنف إلى جانب حبه للقتال في سبيل الله حكيما عاقلا، وله مواقف عديدة تبرز حكمته، من ذلك
ما حدث أيام خلافة عمر بن الخطاب. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتعجب ويتساءل عن سر نقض الفرس للعهود وانقلابهم على المسلمين كلما عاهدوهم. هل يسيء المسلمون معاملة الفرس هناك يا أحنف؟ كلا بالطبع، إن المسلمين يعاملونهم بكل احترام كما أمرهم الله. لكن أظنني أعلم السر في نكثهم العهود. وما هو يا ابن قيس؟ هذه بلاد فارس، وقد منعنا الفاروق من أن نجوبها كلها فاتحين، وأمرنا أن نكتفي بما فتحناه من مدن. وطالما ظل هناك ملك يحكم بلاد فارس فسيظل عند الفرس أمل في استرجاع ما فقدوه. والحل هو أن نبدأ في الانطلاق عبر بلاد فارس كلها إلى أن يمكننا الله من نشر الإسلام بها وهزيمة كسرى ملك فارس. فلا يمكن أن يوجد ملكان في وقت واحد، ولا بد أن يهزم أحدهما الآخر، وسينصر الله بإذنه جنده المؤمنين ويرفع شأن ملكهم الصالح أمير المؤمنين عمر. بهذه النصيحة فتح الله على المسلمين بلاد فارس، وبسبب حكمة الأحنف كان الخلفاء يعتمدون عليه فيما لا يجدون له حلا. وقد حدث ذات يوم أن استدعى معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس. ما لي أراك قد تمكن منك الغضب. أخبرني يا أحنف، ما رأيك في الأبناء؟ أبناؤنا هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ممهدة وسماء مظلة، فإذا طلبوا فأعطهم، وإذا غضبوا فأرضهم. عندها يمنحونك ودهم ويحبونك قدر استطاعتهم، وإياك أن تثقل عليهم. ففي هذه الحالة سيكرهون حياتك ويملونها ويتمنون وفاتك ويستعجلونها. بارك الله فيك يا أحنف، والله لقد دخلت علي وأنا أستشيط غضبا على ولدي يزيد، فنزعت ذلك الغضب من قلبي ووضعت بدله رحمة ورضا. الحمد لله الذي وفقني لهذا، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظل في نفس الأحنف ألم لأنه لم يتمكن من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى علم أمرا جعله أسعد الناس، وكان ذلك أيام خلافة الفاروق رضي الله عنه. ألست الأحنف بن قيس التميمي؟ أجل، أنا هو. هل تتذكرني؟ وكيف أنسى يوما ولدت فيه واتبعت الخير والنور؟ أنت مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جئت تدعو قومي للإسلام. وهل تعلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم بما فعلت مع قومك؟ ماذا قال؟ قال: اللهم اغفر للأحنف. ليس في عملي شيء أنفع لي يوم الحساب من دعوة الرسول لي. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رحم الله الأحنف بن قيس الحكيم المجاهد والتابعي الجليل.